تعملي ايه يا سمير؟ اعمل ايه؟ انت لسه واخد حمام سخن يا حبيبي، لحسن تستهوى ولا حاجه. حمام الهنا والعافيه وراحه البال والرضا. ده ايه الصباحيه العسل دي؟ عارفه سميحه انت اللي فيهم والباقيين كلهم اوانطه. طب عارفه ايه احلى حاجه فيكي؟ ايه يا حبيبي؟ انها هربانه منك، رايحه في داهيه ومش مديه الدنيا اي اهميه، وتموتي في الدلع والفقر. ايوه الله عليك انت يا حاج، اللي لسانك ده بينقط عسل صافي طالع من البطرمان، الجرام منه بالشيء الفلاني. انا بنت اللي الجرام من ضحكتك بس، جرام يسوى الدنيا واللي فيها يا سميحه. ايوه كده، قول يا حبيبي قول. الله عليك كده لما بتبقى رايق وفايق بتبقى سكر، والكلام اللي بيطلع منك عسل، وبتقول احلى قوال. قول بقى يا فواز. وانا لسه قلت ده انت هتسمعي قواله. تعالي. ايه ده؟ احنا الصبح يا راجل. يا بنتي مش اللي في دماغي. لا اله الا الله. تعالى يا سميحه، انت دماغك اخ منك انت. تعالي. مدي ايدك في جيب الجاكيته. اي واحده فيهم؟ الرمادي، جيب الجواني. هاتي بقى اللي مسكتيه. ده ايه ده؟ دي فيها ايه دي يا حاج؟ افتحيها وشوفي. ايه ده؟ ده الجنة يا حبيبي. ده بتاع مين؟ بتاع مين؟ بتاعك يا حبيبتي. مش ده الخاتم اللي انت شفتيه في ايد البنت الممثلة لما كنا قاعدين هنا؟ اه والله يا فواز. يخرب عقلك. ده انا كنت نسيه. انت فاكر لحد دلوقتي؟ انا انسى حاجة سميحة طلبتها؟ انا؟ ده انا انسى روحي. انسى اكل واشرب. ما تنساش ابدا سميحه عايزه ايه؟ يا حبيبي خد يا فواز. انت حبيبتي وعسل ودلع كمان. حلو قوي يعني، يا ربنا يخليك ليا يا رب. يا حبيبتي ربنا يخليك ليا يا سميحه. يا عسل العسل. يا دلع الدلع. يا حب الحب. عيد عندك يا عم شعبان 22 على 17 بخم كبير، 36 على 5 بطلحه بخرز، 14 على 25 و6 على 2 بطلحه كبيره. تمام كده؟ انت اللي تمام؟ 100 100. ها ايدت كل حاجه يا ريس؟ حصل يا عمنا. بس قول لي بقى يا عم مرسي، يا البضاعه دي رايحه على فين؟ يعني منها اللي هيتفرش في المحلات ومنها اللي يخص معرض بكره. معرض؟ معرض ايه؟ عرض ازياء. دي في ليه؟ عارفه، مش ده بتاع نسوان؟ نسوان ايه يا معلم؟ بقول لك دي في ليه ايه؟ والله العظيم غريب قوي، هو الحاج فواز له في الدفلين والجو ده؟ اهو بقى ليه يا سيدي؟ بقول لكم ايه؟ سيبوني بقى عشان انا عندي لفه كبيره قوي عايز الحق اخلصها. طب مش تقول لنا يعني اللي انت بتقول عليه ده هيبقى امتى؟ دي في ليه؟ دي في ليه؟ دي في ليه؟ ايه يا عم الاجنبي ده؟ فاهم ان انا احمر ولا ايه؟ ما انا عارف انه دي في ليه؟ في لوكاندا كبيرة قوي، بس بصراحة مش فاكر اسمها دلوقتي. طب استنى بس، انت مالك متلهوت كده على طول وفي الجرينيه؟ ما تاخد ودي معانا في الكلام. بقول لك ايه يا عم، انا لا باخد ولا بدي ولا ليا في قالوا ولا قلنا، واللت والعجن الكتير ده ما بياكلش معايا، ما بحبوش بصراحة، ما بينزليش من زور. سلام يا برنس. ايه ده يا عم الحاج، علينا لت وعجن وحوارات ومدخلنا في قالوا قلنا في ايه؟ ما تهدى علينا يا عم الحلو. لا يا حبيبي، الحلو ده تبقى تاكله بعد الكشري. الله. سلام يا ريس. خلاص يا عم الحادق، ما دام الحلو مزعلك تعالى يا اخويا من شغلك ده تمضي وتستلم. اذا كان كده ماشي، نمضي يا برنس. اتفضل يا استاذ. سلام عليكم. يلا يا رجاله، خلاص وشرفت يا نجم. صباحك ورد يا عمنا. ايه يا كبير؟ الجمعة راحت لفين؟ مشوار صغير وراجعة. طب قول لها تجيب لي علبة سجاير معايا. بصراحة بقى يا حاج أنا مش فاهم حاجة. يعني أنت كنت بتسأل عليها وبتعس وراها عشان خاطر الحاج فواز ولا؟ طبعًا لابني الحاج فواز. أنا قلت أشوف واحدة تصونه وتقفل الأربعة من غير طلاق عشان يتلم ويلتفت لعياله. غريبة. ايه الغريبة يا شحات؟ لا لا مفيش حاجة يا حاج، يعني اروح اودي الحاجات دي يا حاج؟ ايوه توديها وتقول لهم الحاج فواز بيصبح. طب بقول لك يا حاج، ما ينفعش حد غير من العمال يروح يأدي المشوار ده يعني مكان؟ لا ما ينفعش يا شحاتة، الحاج فواز مش عاوز جنس مخلوق يعرف الحكاية دي، يعني لسانك ده ما يطلعش بره بوقك. ماشي يا حاج، دي حاجة رخمة قوي.
بتقول ايه يا؟ لا ما بقولش حاجة يا حاج. حاضر. طب يلا. حاضر يا حاج. حاضر. يا أنسة الفلوس دي ناقصة 100 جنيه. أنا آسفة يا فندم معلش. اتفضل حاجة. أشكرك. في إيه يا دلال؟ تالت مرة النهاردة يحصل غلط في العقد. أنا آسفة يا حاج معلش. الظاهر إن أنا دماغي وجعاني باين عليا تعبان. تعبان تقعدي في البيت. ما دام نزلتي وجيتي الشغل لازم تركزي. دي في إيدك فلوس مش لعبة. أنا آسفة يا حاج. بوعدك إن هي مش هتتكرر تاني. أتمنى عشان ما اضطرش آخد معاك إجراء هين. السلام عليكم ورحمة الله. ده ايه النور ده؟ ربنا راضي عني ولا ايه؟ معقول الحاج يوصل بيه يجي لحد عندي وما يلاقيش حد يستقبله تحت؟ انت اكيد ربنا راضي عني عشان انت طيبة وقلبك ابيض وبنت حلال. يا رب يا رب انول رضا زيك كده يا رب. خاف عليك يا حاج، مش بيقولوا الطيبون الطيبات؟ ونعم بالله ونعم بالله. أنهار يا اختي يعنون أنهار. فاكرة يا أنهار كنت طالبة إيه مني من مدة؟ لا افتكري يا أنهار، معقولة نسيتي؟ افتكري والنبي يا أخويا. ما فاكرة أنا بقى لا يمكن أنسى حاجة أنت طلبتيها أو نفسك راح يطلع، مستحيل إلا أنت. فاكرة زيت الشعر اللي قلتلي مش لاقيها في مصر كلها وقلتلك اديني اسمه عشان ابعت ناس تجيبه من بلاد بره؟ زيت الشعر اهو. الله يا حاج، وانا قلت انت نسيت. انا انسى حاجة انت؟ لا اله الا الله لا اله الا الله، وانا اللي بقول انت اللي فهماني فيهم كلهم. والنبي ما تزعل مني يا حاج. لا زعلان. معقولة تزعل مني؟ والنبي لا يا حاج، انا هصالحك. يا ريتها كانت ليلتك يا نار، ليلة سميحة. لبسيني هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، ربنا معاك. شبك الصبح. وعندك قهوة مظبوط بواحد فيها.